السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هتكلم بشكل سريع عن انطباعي عن الصور التي صدرت للفصل المنتظر رقم 1100. وقبل ما أبدأ لا تنسى الاشتراك في القناة وكتابة رأيك في التعليقات. غلاف الفصل 1100 واضح أن كايتو كيد سيتنكر في تلك القضية على هيئة أزوسا. المهم ماذا لدينا في الغلاف؟ لدينا اثنان أزوسا، واحدة حقيقية وأخرى مزيفة لأنها ستكون كايتو كيد. سأكرر التلميح، لدينا أزوسا حقيقية وأزوسا مزيفة، يعني أهم تلميح في غلاف الفصل 1100 أنه لدينا رم حقيقي ورم مزيف. المهم أنه حسب الصور التي صدرت حتى الآن، واكيتا ذهب لتوصيل طلبية سوشي لجيروكيتشي. واضح أن جوشو بدأ يظهر الثلاث مشتبهين مع عائلتهم المرتبطين بها، يعني في الفصول 1088 و1089 و1090 ظهر كورودا مع عائلة أوكا، لأن كورودا متزوج من عائلة أوكا. بينما في الفصول 1097 و1098 و1099 ظهرت وكاسا مع هايبرا ومع أكاي، لأنهم من عائلة واحدة وتجمعهم صلة قرابة قوية. والآن حان دور واكيتا، فهو يظهر حاليا في هذه الفصول مع عائلة سوزوكي، وسنعرف قريبا هل سونوكو أو جيروكيتشي سيتعرفون على واكيتا بهذا التنكر أم أنهم لم ينتبهوا إليه، لأن ممكن يكون واكيتا ابتعد عنهم منذ فترة طويلة منذ انضمامه للمنظمة، كما أنه متنكر بشكل كامل، يعني يضع شعر مستعار وقبعة وأسنان مزيفة وشارب، بالإضافة أنه في الماضي كانت حواجبه لونها أبيض أو أصفر، لكن حاليا لون حواجبه أسود. المهم نتحدث عن أهم نقطة تنفي بشكل رسمي أن واكيتا هو رم. واكيتا هنا يقول: لكن القصة ستكون مختلفة تماما عندما كنت ما أزال أمتلك عيني اليسرى. وظهرت تلك الصورة لواكيتا. أنا متأكد أن فانز واكيتا بعد أن يروا تلك الصورة سيتسرعون كعادتهم ويقولون أن هذه هي العين الصناعية لواكيتا وأنه خلاص واكيتا هو رم. لكن بصراحة راح أعذرهم في استنتاجهم المتسرع هذا لأنهم لا يعرفون تلك المعلومة. هناك معلومة تقول أن هناك عين طبيعية مصابة بمرض اسمه كات آي سيندروم، يعني متلازمة عين القطط، يعني هي عين طبيعية تماما وتستطيع أن ترى بها، لكن فقط شكلها غريب مثل عين القطة. نفس المشكلة موجودة في واكيتا لكن في العين الأخرى. فواكيتا في الماضي هذه صورته مع عيناه الطبيعيتان وكان يستطيع الرؤية بهما، لكن كما قلنا أن عين القطة تكون شكلها غريب لكنها طبيعية تستطيع أن ترى بها. فواكيتا في الماضي هذه صورته مع عيناه الطبيعيتان وكان يستطيع الرؤية بهما، لكن كما قلنا أن عين القطة تكون شكلها غريب لكنها طبيعية وتستطيع أن ترى بها. وهذا فعلا ما قاله واكيتا أنه كان سيواجه كايتو كيد لو كان يمتلك عينه الأخرى التي كان يرى بها، اللي هي تلك العين. يعني باختصار هذا هو شكل عين واكيتا اليسرى الطبيعية قبل أن تتحول إلى هذا الشكل وتكون بيضاء معتمة. لكن فانز واكيتا متسرعين كعادتهم، عندما يرون شكل تلك العين راح يقولون هذه عين صناعية التي تثبت أن واكيتا هو رم، لكن كلامهم خطأ، لأنها لو كانت عين صناعية ستكون هكذا، يعني شكلها حلو جدا مثل الطبيعية ولا تستطيع الرؤية بها مثل عين واكاسا وعين تشيكارا، فهي للمنظر فقط. إنما هذه العين الغريبة في واكيتا هي عين طبيعية لكنها مختلفة لأنها مصابة بمرض اسمه متلازمة القطط، يعني مثل عين هذا الطفل. فكلتا العينين طبيعيتين لكن تلك العين شكلها غريب مثل عين القطة. فهذا هو شكل واكيتا في الماضي، لكن الإصابة كانت في عينه اليسرى عندما كانت كلتا عينيه طبيعيتان، فالعين اليمنى هنا طبيعية والعين اليسرى هذه طبيعية أيضا. والدليل كما ذكرت أن واكيتا هنا يقول: عندما كنت أمتلك كلتا عيني، أو عندما كنت أمتلك عيني اليسرى، يعني هذا هو شكل عيونه الطبيعية في الماضي، لكنه بعدها فقد العين اليسرى وأصبحت بيضاء معتمة اسمها هايبر ماتيور كاتركت. يعني هذا اعتراف رسمي من واكيتا أنه لم يكن لديه عين صناعية لا في الماضي ولا في الحاضر. فهذا كان شكله في الماضي عندما كانت عيناه طبيعيتان، ثم بعدها واكيتا تعرض لحادث مثلا أو قام بعمل عملية جراحية فيها، لأن هذه عين طبيعية فعلا، لكن المشكلة
أن شكلها مخيف جدا جدا، يعني المهم أنه فقدها تماما وأصبحت بهذا الشكل. فلا تنخدعوا ولا تتسرعوا مثل فانز وكت رم، وبمجرد أن تروا ذلك المشهد وأن عين وكت اليسرى مختلفة عن عين وكت اليمنى تقولون هذه طبيعية وهذه العين الغريبة هي عين صناعية، لكن هذا خطأ، لأنه مستحيل شخص عاقل يقوم بتركيب عين صناعية تشبه عين القطة، لأن فائدة العين الصناعية أنها تكون جميلة مثل الطبيعية وتبعد الأنظار عنك. يعني إذا قمت بتركيب عين صناعية ورآك شخص ما بها فإنه لا يعرف إذا كنت تمتلك عين صناعية أم لا، إنما هذه هي عين وكت الطبيعية الأصلية التي ولد بها، لكن شكلها غريب لأنها مصابة بمرض متلازمة القطط. إنما إذا كانت عين وكت اليسرى صناعية فعلا فإنها ستكون شكلها هكذا مثل الطبيعية تماما، يصعب ملاحظتها. إنما هذه ليست عين صناعية أبدا، لأنه لا يوجد أحد يقوم بتركيب عين صناعية غريبة مثل عين القطة، لأنها ستجلب الأنظار نحوك أكثر وأكثر لأن شكلها غريب ومخيف. إنما العين الصناعية يكون شكلها حلو ومثل الطبيعية تماما. ننتقل إلى مشهد آخر ينفي تماما أن وكتا هو رم. هنا وكتا يقول كونان أن هناك معلمة اسمها وكاسا رومي كانت تنظر إليه بشكل شيطاني عندما كان يقوم بتوصيل طلبية للسوشي في المدرسة. بهذا الكلام فإن وكتا فضح نفسه أمام كونان أنه شخص مشبوه أو شخص شرير، وهذا التصرف يناقض تماما تصرف ترام المعروف عنه الحذر الشديد والسرية التامة والذكاء الخارق. يعني أنا مستحيل أن أصدق أن العضو رقم 2 الذي هو أعلى من جين رح يتحدث مع طفل ويفضح نفسه بهذه الطريقة، يعني حتى جين مستحيل يسوي تلك الحركات التي يفعلها وكتا، فما بالكم بالعضو رقم 2 الذي هو أعلى من جين. المهم لا تنسوا أهم شيء، تلميح إسنان أزوسا، واحدة حقيقية والأخرى مزيفة، ولنا حديث بشكل أكبر في المقاطع القادمة إن شاء الله، لأن هذا كان انطباع سريع ومبدئي لكي تعرفوا أن وكتا لا يمتلك عين صناعية لا في الماضي ولا في الحاضر. لكن لازم تعرفوا معلومة مهمة جدا، أن جوشو حاليا قبل كشف رام الحقيقي رح يقوم بخدع كثيرة لإقناعكم أن وكتا هو رم، أو لإقناعكم أن وكتا هو الوحش المجهول في الفلاش باك، ويريد إقناعكم أيضا أن العجوز هو كراسوما، لكن عندما تركزون في التفاصيل ستعرفون أنها مجرد خدع من جوشو عن طريق المظاهر فقط. ولذلك ستجدون فانز وكتا رم يتسرعون دائما وينخدعوا بتلك المظاهر ويقولوا أن وكتا هو رم. لذلك لو قال لك واحد من فانز وكتا أن هذه هي عين وكتا الصناعية، أخبره أن العين الصناعية مثل الطبيعية كهذه، لكن هذه العين هي عين طبيعية لكنها مصابة بمرض اسمه متلازمة القطط. فلا تتسرعوا وتنخدعوا بالمظاهر وتقولون أن هذه عين صناعية، لأن العين الصناعية مختلفة تماما عن تلك العين الطبيعية المصابة. وهنا نصل إلى النهاية، لا تنسوا أن تعطوني أراءكم في التعليقات واشتركوا في القناة، وإلى أن ألقاكم في مقطع آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.